السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناتكم عالم البيتكوين والربح من الانترنت. مرحبا بكم من جديد في موضوع جديد، كيفية الربح العملات الالكترونية مجانا، يعني يمكنك جمع قدر ما استطعت يا اخي. كيفية ايضا ربح الروبل مجانا يا اخي، يمكنك جمع ايضا قدر ما استطعت او الاستثمار والجمع في نفس الوقت. نعم اخي، ما عليك فقط التركيز معي، لقد شرحت هذا الموضوع على ما اظن مرة او مرتين من قبل. هذا الموقع لا يمكنك الاستغناء عليه يا اخي، موقع يتيح لك الروبل مجانا او الاستثمار عليه والتعدين على الروبل مجانا يا اخي. قبل التطرق الى شرح الموضوع، هذه هي قناتنا، هذا هو عالمنا، عالم البيتكوين والربح من الانترنت. هذه هي المواقع، اسف على كل حال، هذه هي المواضيع التي ناقشناها من قبل، كيفية الاستثمار، كيفية التعديل، كيفية التداول، كيفية الاستثمار على مواقع موثوقة، كيفية الاستثمار على الاي اس او يا اخوتي. انصح بالاخوة الذين يريدون جعل راتب شهري ان يستثمروا على هذا الموقع كريبت موني. ما عليك فقط الضغط، سوف ترى كيفية الاستثمار وكيفية الإيداع وكيفية السحب. وفوزيكس يا إخوتي، لقد قام موقع فوزيكس بتعديل جميل جدا، سوف أقوم بشرحه بعد قليل إن شاء الله. تعديل على ما أظن سوف يتفوق هذا الموقع فوزيكس على هاش فلير وكريبت كريبتو مونيك يا أخي، سوف أشرحه بعد قليل إن شاء الله بعد هذا الفيديو. أنصح بالإخوة هذا الموقع فوزيكس وهذا الموقع كريبت مونيك، شرحناه عديد المرات يا أخي. والموقع الثالث موقع أيضا غني عن التعريف وهو عاش فلير يا أخي، ما عليك فقط الضغط على هذا الموضوع، سوف ترى طريقة الاستثمار، التعدين وطريقة السحب يا أخي. قبل التطرق إلى شرح كيفية الربح الروبل والعملات الإلكترونية، لاحظ أخي معي، السوق في التحسن، تحسن مستمر إن شاء الله. لاحظ البيتكوين أصبح سعره 8365 دولار، يعني السوق في التعافي إن شاء الله. شركة أمازون، شركة للتسويق الإلكترونية مشهورة، شركة عالمية، أصبحت تتيح الدفع عن طريق البيتكوين. يعني يا إخوتي استغلوا الفرصة قدر ما استطعت في الاستثمار الآن. يمكنك شراء العملات الإلكترونية لأنها في تحسن إن شاء الله. استغل الآي سي أوات يا إخوتي التي قمنا بالاستثمار عليها من قبل، تم انخفاضها أكثر مما كنا نتوقع بسبب انخفاض البيتكوين، لكن سوف إن شاء الله بارتفاع البيتكوين سوف تصل كما كنا متوقعين من قبل. لاحظ أخي نسبة هذا الاي اس او الذي انطلقت عملته الخاصة به نسبة قليلة جدا، 62 مليون يا أخي، يعني مجرد ارتفاع البيتكوين سوف يرتفع إن شاء الله عند التوقع الذي قمنا به. اغلب مشاريع الاي اس او يا اخي تم تاجيل اطلاق عملاتها الالكترونيه بسبب ضعف السوق يا اخي، بسبب الاشاعات التي متواجده على الاعلانات من دول مثل امريكا والصين والروسيا وغيرها. لكن كوريا الجنوبيه، رئيس الوزراء وزير الخارجيه كوريا الجنوبيه قال ان العالم سوف يشاهد ثورة بلوكشين، يعني سوف العالم يعتمد فقط على البلوكشين. كوريا الجنوبية يا أخي هي ثاني منصة، أي أكبر ثاني منصة في العالم في تداول العملات الإلكترونية. نذهب مباشرة لشرح الموقع الذي يتيح لك الربح المجاني الروبل. هذا الموقع يا أخوتي لقد شرحناه من قبل طريقة تسجيل، طريقة روتينية مثلها مثل جميع المواقع. هذا الموقع لا يمكنك الاستغناء عليه يا أخي، يمكنك الربح منه الروبل قدر ما استطعت. طريقة التسجيل طريقة بسيطة يا أخي، لاحظ أخي الموقع موقع روسي موثوق جدا 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 يا أخي، موقع قديم شرحته مرة أو مرتين يا أخي. استغل الفرصة والله يا أخي، فإن لم تستغل الفرصة سوف يأتي يوم الذي تندم فيه يا أخي. طريقة التسجيل يا أخي طريقة قلنا روتينية، هنا تضع الاسم الخاص بك في الموقع، وهنا تضع البريد الإلكتروني، هنا كلمة السر، ثم إعادة تكرار كلمة السر. فإذا أردت تغيير اللغة ما عليك فقط الضغط هنا عن طريق جوجل يا أخي. أنا مسجل، ندخل مباشرة حتى أريك طريقة الربح المجاني أو طريقة الاستثمار عليه.
لاحظ أخي، هذه هي واجهة الموقع. عندما تقوم بالدخول إلى الموقع، أول شيء يجب عليك العمل عليه وهو أخذ البونس اليومي، أي المكافأة اليومية عندما تقوم بالدخول، وهي أن تنزل إلى الأسفل. لاحظ يا أخي، هذه هي المكافأة اليومية، تضغط عليها. ركز معي، لاحظ أخي، خذ المكافأة اليومية عندما تقوم كل يوم أو الدخول إليه. خذ المكافأة اليومية يا أخي، لاحظ، لقد أخذت، قد أتاح لي 0.96 سنت روبل، يعني ما يقارب 1 روبل يا أخي. نعم، طريقة الربح في هذا الموقع وهو عن طريق تصفح الإعلانات لوقت محدد فقط. تنزل إلى الأسفل هنا عند هذه الإشارة يا أخي، تضغط عليها. طريقة سوف أريك كيفية الاستثمار. لاحظ، هذه جميع الإعلانات يمكنك الربح عليها، جميعها يا أخي، طريقة الربح عليها، ما عليك فقط الضغط هنا يا أخي، وتترك الإعلان لمدة 40 ثانية فقط يا أخي، تترك الإعلان لمدة 40 ثانية. سوف يتيح لك 0.0 على ما أظن 65 سنت. نعم، تترك الإعلان مدة 40 ثانية. كل إعلان وله وقت، يعني يوجد إعلانات لها 30 ثانية، يوجد إعلانات لها 10 ثواني، يوجد إعلانات لها 15 ثانية. كل إعلان ووقته يا أخي، استغل الفرصة يا أخي قدر ما استطعت في جمع الروبل. هذا الموقع لا يمكنك الاستغناء عليه يا أخي، موقع قديم شرحته على ما أظن مرة أو مرتين. لاحظ معي، ثم تضغط على الرقم الموجود هنا 52. أين هو؟ ها هو يا أخي 52. لاحظ، لقد انتهت العملية. لاحظ، لقد أخذت 0.065. لاحظ، نقوم بإعادة تحميل الصفحة حتى ترى التغير هنا. لاحظ، لقد تغيرت. نعم، لقد تغير. يعني هذه الإعلانات يا أخي يمكنك الربح فقط تصفح الإعلانات وتركها لمدة معينة حسب مطلب. هنا لاحظ، 0.65 هذا الإعلان، 0.065. لاحظ هذا الإعلان، 0.0045 مدته 30 ثانية. هذا الإعلان 0.025 مدته 20 ثانية يا أخي. طريقة الربح عليه يا أخي، عندما تصل فقط واحد يا أخي روبل يمكنك سحبه. طريقة 1 روبل يمكنك سحبه يا أخي على أي موقع، على أي بنك إلكتروني يتيح العملة الروبل. لاحظ يا أخي، أنا لا أريد، أريد فقط أن أوصل لك الفكرة كيفية الاستثمار عليه. هذا الموقع يتيح لك سيارات يا أخي، كل سيارة تتيح لك ربح على مدار ساعة. نعم، كل سيارة تتيح لك ربح على مدار ساعة. هذه السيارات التي ترى هنا، هذه سيارات قمت أنا بشرائها، كل سيارة سعرها 10 روبل يا أخي، كل سيارة سعرها 10 روبل. لاحظ يا أخي، أنت تقوم بجمع الروبل يا أخي، ثم قم بشراء الروبل. فإذا كان متوفر عندك المال في بنك إلكتروني، يمكنك أيضا الإيداع عليه وشراء الروبل. هذه السيارة سعرها 10 روبل، تتيح لك على كل ساعة 0.034. هذه السيارة سعرها 50 روبل، تتيح لك كل ساعة 0.018. هذه السيارة يا أخي من ماركة تويوتا، تتيح لك على كل ساعة 0.093، سعرها 250 روبل. هذه ماركة بيام، تتيح لك على كل ساعة 0.038 روبل، وسعرها 1000 روبل. وهذه السيارة يا أخي أودي كيسات، تتيح لك 1.2 كل ساعة روبل، يعني 1.2 كل ساعة روبل، ما يقارب في 12 ساعة على ما أظن، ما يقارب 15 روبل في 12 ساعة، أي 24 ساعة ما يقارب 35 روبل في اليوم يعني يا أخي. هذه، نعم، هذه السيارة وسعرها 3000 روبل. وهذه السيارة يا أخي تتيح لك في كل ساعة 3.22 روبل، سعرها 7500 روبل. يعني يا أخي، موقع جميل جدا وقديم وشرحته مرة أو مرتين. عندما تقوم بشراء أي سيارات هنا يا أخي، لكن سوف أريك كيفية الشراء. لاحظ أخي، هنا أصبح لدي 0.049، نضغط هنا مباشرة سوف تذهب مباشرة إلى المحفظة. لاحظ، تم التغيير، ذهبت مباشرة إلى المحفظة.
لكن كيفية شراء السيارات. لاحظ أخي، توجد خانة هنا وخانة هنا يا أخي، يجب عليك تحويل هذه المال إلى هنا حتى يمكنك شراء السيارات هذه. كيفية تحويل المال هنا يا أخي، تبديل المال، لاحظ هنا يا أخي، تريد شراء سيارة 10 روبل، تضع الكمية هنا، تكتب 10 وتقوم ضغط هنا، سوف تتحول مباشرة إلى هنا حتى يمكنك الشراء. نعم أخي، هذه هي طريقة الشراء السيارة، تضغط، يجب عليك تحويلها إلى هنا، إلى محفظة الشراء يا أخي، إلى هذه المحفظة. طريقة الإيداع، يمكنك الإيداع والشراء يا أخي، طريقة تضغط على هذا الزائد يا أخي، يمكنك الإيداع عن طريق بنك باير أو بنك أديفيكاش. يوجد العديد من البنوك يتيح لك الإيداع عن طريق جميع البنوك الإلكترونية يا أخي، كما يتيح لك الإيداع عن البيتكوين أو اللايت كوين أو عوضا كاش كوين أو الدوج كوين يا أخي، أو عن طريق ماستر كارت أو كارت فيزا أو عن تحويل بنكي يا أخي. يتيح لك على عديد من البنوك الإلكترونية يا أخي، اجعل لك دخل من هذا المشروع يا أخي، مشروع قديم، مشروع روسي قديم جدا يا أخي، قلت لك. فإذا لم تفهم شيء يمكنك الترجمة إلى أي لغة تريد عن طريق جوجل يا أخي. عندما تقوم بالإيداع يا أخي سوف تجد المال هنا يا أخي، يجب عليك أخي قلنا أن تقوم بتحويله إلى هذه الخانة وتقوم بعملية الشراء. طريقة السحب طريقة بسيطة يا أخي، تضغط على الناقص هنا يا أخي، لاحظ يا أخي، سوف أقوم بعملية السحب مباشرة. أنا أريد السحب على الباير، نعم يمكنك السحب على البنوك المتواجدة هنا، لاحظ نضغط هنا، الكمية المتواجدة عندي وهي 15، نعم أسحب 15، نضغط هنا، لاحظ، أوكي لقد تمت العملية. نذهب مباشرة إلى البنك، لاحظ أخي البنك هنا، واحد فقط واحد، لاحظ سوف نقوم بعملية تحميل الصفحة من جديد، لاحظ أصبحت 16. يمكننا أيضا تحويل هذه 16 إلى منصة يوبيت وشراء بها العملات الإلكترونية. هذه هي الطريقة يا أخي، طريقة ربح، يمكنك الجمع قدر ما استطعت من الروبل يا أخي عن فقط ترك الإعلان مدة معينة من الزمن وأخذ الروبل الذي يتيح لك الإعلان، أو يمكنك الاستثمار عليه. طريقة الإيداع، قلنا تضغط هنا يا أخي وتأخذ وتقوم بإيداع، ويجب عليك تحويل المال الذي هنا إلى هذه الخانة حتى يمكنك شراء سيارات. طريقة شراء بسيطة يا أخي، عندما تقوم تحويل المال، نفرض أنك قمت بتحويل 1000 روبل إلى هذه الخانة، تذهب وتشتري السيارة، مجرد ضغط هنا مباشرة سوف تجد سيارتك هنا يا أخي. نعم لدي الحمد لله 9 سيارات، سوف تجد رابط هذا الموقع أسفل هذا الفيديو يا أخي، نعم رابط هذا الموقع أسفل هذا الفيديو، الموقع رقم 2 للربح المجاني لساتوشي. هذا الموقع يا أخي موقع يتيح لك ربح مجانا على الداش كوين، بيتكوين، عديد من العملات. طريقة التسجيل طريقة روتينية جدا، ما عليك فقط تضع ايميل، الاسم الخاص بك الذي تريد الدخول به، كلمة السر، ثم إعادة تكرار كلمة السر، ثم تضع الكاباتشا يا أخي، تكتبها هنا يا أخي، ثم تضغط هنا ريجيست. هذه هي طريقة التسجيل، طريقة بسيطة مثلها مثل جميع المواقع التي شرحناها من قبل. ندخل مباشرة إلى حسابي حتى أريك كيفية الربح من هذا الموقع. لاحظ أخي عندما تقوم بالدخول بالموقع، هذه هي واجهة الموقع، موقع بسيط جدا ليس معقد يا أخي، يمكنك الربح قدر ما استطعت، قدر ما استطعت من الساتوشي، لكن أنا أنصح على 3 عملات وهي اللايت كوين، داش كوين، والإثريوم. لاحظ أخي لأنها تتيح لك الكثير، نعم داش كوين يتيح لك 180 ساتوشي. لاحظ يا أخي هنا يتيح لك أيضا بيتكوري ما يقارب على ما أظن 1000 ساتوشي. أنا أريد الربح على عملة الداش كوين. يمكنك أخذ البونس اليومي ويمكنك تبدأ العمل عليه قدر ما استطعت، يعني لا يحدد لك الوقت، لا يحدد لك فقط بونس اليومي ولا يحدد لك الوقت على الربح، يعني يمكنك ربح 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 حتى تمل أنت يا صديقي، حتى تكره أنت بنفسك. طريقة الربح طريقة بسيطة جدا، تضغط على هذا السهم يا أخي، لاحظ،
يجب عليك أن تنزل إعلانات تترك هذه لمدة 10 ثواني. نأخذ البونس اليومي، اتركها. نعم، يجب عليك كتابة كاباتشا المتواجدة يا أخي. لاحظ، أخذت 90 ساتوشي بونس يا أخي. نعم، هي طريقة الربح الآن عليه. تضغط على بونس هنا يا أخي، تضغط، سوف تأخذ. ننزل إلى الأسفل، أي عملة تريد ربح أخي عليها موجودة يا أخي. لاحظ، يوجد كثير من العملات الإلكترونية عليه. لاحظ، نحن قلنا نأخذ داش كوين، يتيح لك 180 ساتوشي. لاحظ، تضغط على هذا السهم. لاحظ، أخذت 180 ساتوشي. نعم، 180 ساتوشي يا أخي، أخذت 180 ساتوشي. لاحظ، طريقة إعادة تكرار الكرة مرة ثانية يا أخي. لاحظ، ننزل إلى الأسفل، لقد تغيرت، أصبحت 450. نعيد مرة ثانية، نضغط هنا، انتظر. ننزع هذا الإعلانات يا أخي، ننزعهم. نعم، ننزعهم الإعلانات، يجب عليك نزل الإعلانات، تكتب الكاباتش الموجودة هنا يا أخي، نزل الإعلانات دائما، الإعلانات يجب عليك نزعهم يا أخي، وكتابة الكاباتش الموجودة. ثم تقوم بالنزول إلى الأسفل، تضغط هنا يا أخي، تنتظر. ثم تضغط هنا، تضغط هنا، لاحظ. لاحظ، أخذت 180 ساتوشي مرة أخرى من داش عملة داش كوين يا أخي. هذه هي طريقة الربح. لاحظ، سوف هذه هي طريقة الربح مجانا، قدر ربح يا أخي قدر ما استطعت من داش كوين، لايت كوين، إثريوم. لاحظ أخي، تغيرت أيضا طريقة وضع روابط المحافظ. يجب عليك وضع روابط المحافظ الخاصة بمحفظة فوسي هيب التي شرحناها من قبل. يمكنك شحن محفظتك من هذه الموقع يا أخي قدر ما استطعت. نعم، يمكنك الشحن في الأسبوع ما يقارب 10 دولارات أو غيرها يا أخي أو أكثر. تضع هنا روابط المحفظة ثم تقوم بحفظها. طريقة السحب طريقة بسيطة، يمكنك السحب مباشرة إلى المحفظة أخي. ما عليك فقط الضغط هنا. أين هي؟ أين هي؟ نعم، تقوم بالسحب مباشرة عن طريق هنا، تضغط هنا وتسحب. عندما تؤكد عملية السحب تذهب مباشرة إلى محفظتك في فوسيت هيب. هذا هو شرحي اليوم، هذا هو طريقة الربح المجاني للعملات الإلكترونية. استغل الفرصة يا أخي، والله يا أخي، فإن لم تستغل الفرصة الآن سوف تندم، لأن العملات الإلكترونية احتمال قليل قدر ما أمكن. هذا هو الشرح، هذا هو الموضوع الذي قلت سوف أشرحه للإخوة. فإذا أعجبك أخي الموضوع قم بمشاركته مع إخوتك. فإذا كنت جديد يا أخي في القناة، ما عليك فقط الاشتراك وتفعيل الجرس حتى يأتيك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.